ليس معنى عدم التشدد في الدين ألا تبتغي الكمال، لا، أنت بتسعى للإيه؟ للأفضل، بتسعى للأكمل، تسعى أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بالغت في ذلك، المبالغة ستؤدي إلى الانقطاع، المبالغة تؤدي إلى الانقطاع. عارف أنت بعض الناس كده، مثال بسيط كده، يروح يلعب حديد يوم ولا اتنين كده في الجيم كده، حس كده انه ايه بقى واد بطل كده وجامد. حمل يا عم، يا ابني انت مش هتقدر تشيل الكبالك، انت مالك انت، حمل بس، حمل، يفضل يحمل لغايه لما يجيله انزلاق غضروفي وشكرا ويقعد وما يكملش تاني. ليه؟ لان حمل نفسه فوق طاقته. هكذا ممكن واحد يقف يصلي طوال الليل، طب نام ريح شويه، يقول لك لا ما ريحش، انا ضيعت من عمر كتير. طيب يظل يصلي حتى قرابة الفجر، يقوم نايم ويدعي عليه صلاة الفجر. طب انت كده عملت ايه؟ ايهما افضل، قيامك طوال الليل ام صلاة الفجر؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر في جماعة احب الى الله تبارك وتعالى من قيامك الليل كله، احب الى الله تبارك وتعالى من قيامك الليل كله. فخلي بالك، إياك من التشدد، كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.